أخبار اليوم. هي حوالي 200 أو 300 تابلت تبقى حوالي مثلا $45، وبالتالي مع كلمة سيادة السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهذا الصباح المشرق البهيج الذي نجتمع فيه في أرض العروبة الشامخ، مصر الحضارة والتاريخ، مصر الإباء التي نستعين بها في أوجاعنا وهمومنا وغاياتنا وسبلنا، مصر التي علمت العالم عندما كان يعيش في غياهب الجهل، مصر حضارة 8000 عام. نعيش اليوم أحزانها وأحزان كل عربي ينتمي إلى هذه الأمة. عندما جاء الإرهاب الأعمى الذي لا يرى إلا القتل والتفجير والهدم، مصر التي علمت العالم الصبر وعدم الانحناء والانكسار، استطاعت بثورتها أن تنهض كمارد عربي في وجه المخططات وفي وجه أعداء الأمة العربية الذين حاولوا ويحاولوا دائما اجتثاث كل المكتسبات التي حققتها أمتنا العربية. نترحم جميعا على أرواح شهدائنا الأبرار، ليس في مصر فقط ولكن في العراق، العراق الشامخ الحضاري، مكتبة التاريخ، واليمن، مملكة سبأ، وسوريا، قلعة الشموخ، قلب العروبة النابض. هذه هي أمتنا العربية التي نالتها أيدي الغدر، والتي نالتها أيدي الحقد والحسد بموروثها الحضاري الكبير الذي سطر بأحرف من نور حضارة أمة استقطعت من التاريخ جزءا كبيرا فيما أعطته للإنسانية جمعاء أينما وجدت. أحبتي الكرام الأعزاء، أنا أشرف اليوم أن ألتقي بهذه الكوكبة من العلماء ومن المفكرين ومن المختصين الذين سعوا ويسعوا إلى أن تتبوأ أمتنا العربية مكانتها الطبيعية بين التجمعات الاقتصادية مع التحالفات التي أصبحت تبحث عن مصالحها، تبحث عن مصالحها في أقصى بقاع الأرض لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها. فأين نحن اليوم أحبتي الكرام ونحن نعيش أزمة حقيقية وامتحانا حقيقيا في كل أوطاننا العربية دون استثناء؟ السبب الرئيسي الذي نعيشه اليوم من هذه الوسائل التطويرية في مجتمعاتنا هي غياب الوحدة الاقتصادية، غياب التكتل الاقتصادي العربي، غياب الوعي بأننا كأمة نسينا أوامر وتوجيهات ربنا جل شأنه وعلى شأنه عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لقد تفرقنا رغم ما حبان الله سبحانه وتعالى من موارد متعددة، لغة وتاريخا وجغرافيا وموارد بشرية قادرة على مواكبة كل التطورات وكل التحديات. نحن اليوم بإذن الله نبدأ في أولى خطوات التوجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة التي هي جزء من مكونات مجتمعاتنا العربية، ولكننا غفلنا عنها، تناسينا كيف يتم تطوير حياة المجتمعات وكيف يمكن إعادة الشباب إلى اقتصادياتها. نحن نعيش مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالطاقة التقليدية، الطاقة التقليدية التي هي جزء من مكونات وأسباب الترهل الاقتصادي، من أسباب الغلاء الفاحش الذي تعيشه أمتنا العربية من خلال انعدام
وجود البنى التحتية من خلال اختلال القطاع الصناعي الذي يهتم ما يهتم بالطاقة التي تكون جزءا كبيرا من مخرجاته في المنتجات والسلع. أحبتي الكرام، لقد اعتمد عالمنا العربي لسنوات طويلة على الطاقة البترولية التي حب الله بها هذه المنطقة لتكون مصدرا للرخاء للدول العربية بل وللعالم أجمع، حيث تعتمد معظم دولنا العربية غنيها وفقيرها على هذا المورد الذي يكبد خزائن الدولة مليارات في دعم هذا المورد الهام الذي يسعى إلى الاستهلاك المنزلي وإلى استخدامات في الصناعة. نحن اليوم نبحث في كيف يمكن أن نتوجه إلى تطوير هذه الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إحلال التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية، الرياح، المياه. نرى العالم اليوم يراهن، أمريكا بالأمس أعلنت أنها ستكون أولى الدول العالم المصدرة للوقود. من ماذا؟ من الزيت الصخري. نحن نعلم أن الزيت الصخري مكوناته في الإنتاج أعلى من بيعه، ولهذا كندا أفلست بل ونست هذا الموضوع. نرى الآن أن الطاقة الجديدة والمتجددة أضحت مطلبا هاما. المملكة العربية السعودية التي لديها احتياطي ضخم بدأت تتعامل مع الطاقة الشمسية وكونت أكثر من 55 جيجا للتعامل مع الصناعات، للتعامل مع القطاع الصحي وقطاع الزراعة الذي أصبح يتعامل مع التكنولوجيا. مصر العظيمة اليوم التي كانت تصدر الطاقة إلى عدد من الدول العربية أصبحت انقطاعات التيار الكهربي تواكب المنازل وتواكب المصانع وتواكب حتى وسائل النقل. مصر اليوم بدأت مشروعا عملاقا ضخما لا يمكن تحقيقه دون أن يكون هناك طاقة رخيصة ونظيفة. مصر لديها من 8 إلى 10 ساعات شمس تستطيع أن تكون هذا الأمر للاحتياجات القطرية في مصر ولسد الاحتياجات في الوطن العربي بل وللتصدير، خصوصا وأن أول نقطة تبتعد عن أوروبا عن اليونان 350 ميل بحري.